مرة تانية صباح الخير مشاهدينا، وده موعد لقائنا اليومي في بلاط صاحبة الجلالة وجولتنا الصحفية المعتادة. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور، أهلا وسهلا. وتعالى نبتدي جولتنا النهاردة من جريدة الأهرام ومن الصفحة الأولى تحديدا والعنوان الرئيسي: 3 اتفاقيات و15 مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس لليابان غدا، عقد اللجنة المشتركة بين مصر وكازاخستان في سبتمبر المقبل. نتوقف أمام هذه الجولة الأسيوية اللي استحوذت على اهتمام الصحف منذ الأمس. صحيح. وكالة الأنباء، زيارة الرئيس تحديدا لليابان أتصور أن لها أهمية استراتيجية كبيرة جدا لمصر في هذه المرحلة اللي احنا بنحاول فيها ننتقل من وضع سيء على مستويات عديدة، منها الاقتصاد، منها التعليم، منها التنمية البشرية، لمستوى أكثر تقدما يسمح لنا بالمنافسة على المستوى العالمي. فزيارة اليابان من حيث الأهمية الاستراتيجية بالغة الأهمية، وزيارة كازاخستان أيضا مهمة بشكل كبير في ضوء أن هناك احتياجات نريد أن نتفاعل مع دولة زي كازاخستان فيها بشكل أكبر في الفترة القادمة. كازاخستان يمكن تاني أو تالت أهم دولة من الدول اللي تفككت عن الاتحاد السوفيتي السابق، لديها مقدرات هائلة، التعاون بينها وبين مصر يمكن أن يمتد من مخازن الغلال والقمح إلى البرنامج النووي السلمي، فهناك دائرة واسعة وفرص كبيرة جدا للتعاون بين البلدين، خاصة أن العلاقات بينهما تستند إلى تاريخ مشترك قديم وله رموز ودلالات في الثقافة المصرية. يكفي أن نعلم أن شخصية مثل الظاهر بيبرس كانت أصلا من كازاخستان. أيضا كازاخستان دولة مسلمة وبتتجه وفق نظامها السياسي للوسطية والاعتدال، وبالتالي يمكن أن يكون هناك جهد مشترك إيجابي وفاعل للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. هي دولة موجودة في منطقة آسيا الوسطى، دولة محورية، ومصر الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن أن يسهم التعاون بينهم في تطويق التنظيمات الإرهابية التي تتفاعل من الشرق إلى الغرب بشكل واضح، والنتائج يمكن أن يكون موجودة إيجابية. فيما يخص زيارة كازاخستان، ودي يمكن أشارت العديد من المصادر الصحفية لأن منها جزء من الاهتمام بتنمية محور قناة السويس. نعم. النظر للعاصمة الكازاخية الجديدة اللي هي اسمها أستانا، وحاولة ربطها بمدينة شرم الشيخ، وأيضا تنشيط السياحة. هيك أشارت لأهمية زيارة الرئيس لليابان تحديدا في هذه الجولة الأسيوية، وأنها ذات قيمة خاصة. نعم. معظم الاتفاقيات المزمع توقعها هي اتفاقيات للطاقة. الاتفاقيات اللي مصر بتوقعها الفترة الأخيرة مع الدول الصناعية الكبرى تقريبا النسبة الأكبر منها في قطاع الطاقة، وقطاع الطاقة هو وسيلة وليس غاية، يجب ألا يعني نتوه عن أهدافنا. الطاقة وسيلة لتحقيق تصنيع على نطاق واسع بمستويات مرتفعة يمكن أن ننافس بها اقتصاديا وصناعيا على المستوى العالمي. فالطاقة هي وسيلة، لكن هذه الوسيلة كان فيها مشاكل بالنسبة لمصر، خصوصا بعد 25 يناير، والمشاكل اللي حدثت لمحطات الطاقة ولإمدادات البترول وما إلى ذلك. لكن النقطة بالغة الأهمية في هذه الزيارة من وجهة نظري، ويمكن تكون أهم نقطة في جولات الرئيس الخارجية، وهي نقطة غير سياسية بالمرة. نعم. لكنها تتعلق بالتعليم. أنا يعني من الحاجات اللي أسعدتني وأنا بطالع الصحف النهاردة حديث الرئيس لإحدى الصحف اليابانية اللي أشار فيه إلى اتجاه لتعليم أو تدريب 100,000 طالب مصري في الجامعات والمعاهد اليابانية. هذا إن حدث وإن أصبحت له آلية تنفيذ واقعية، لنا أن نتصور ما يمكن أن يشكله هؤلاء من نواة حقيقية لإحداث نقلة في التعليم. التعليم في اليابان شيء مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفه في مصر. وخلي بال حضرتك أن اليابان ابتدت نهضتها الصناعية في توقيت مماثل لفترة محمد علي، يعني تقريبا في نفس الفترة الزمنية. احنا نشوفهم دلوقتي واقفين عند انهي نقطة، واحنا واقفين عند انهي نقطة، لانهم ركزوا في التعليم.
يكفي ان حضرتك تعرفي، وانا كان ليا اكتر من فرصه في السنوات الاخيره اني اتعرف على التجربه اليابانيه في مجال التعليم، ان مدرس مش ابتدائي، مدرس الحضانه في اليابان ممكن يكون من الاشخاص اللي بيتقاضوا اعلى اجر في البلد، او بين الثلاث فئات التي تتقاضى اعلى اجر في الدوله كلها. ده مش مدرس في اليابان وحدها. وبالتالي انا محتاج اتفهم واستوعب هذه التجربه او ايجابياتها في مجال التعليم، مش بس من خلال ال 100 الف اللي ممكن نرسلهم لليابان، لكن الاهم من ده نقل فلسفه اداره التعليم الى الجامعات والمدارس المصريه، حتى يمكن ان يكون البناء من اساسه من الطالب الصغير. نعم. ايجابي. طيب تعالى يا استاذ محمد، لو سمحتيني بس في عجال، التعليم لم يعد رفاهيه في مجال الدبلوماسيه. الرئيس كان في بريطانيا، وكان احد عناصر تركيز الزياره على التعليم وتدريب الطلاب المصريين والاكاديميين المصريين. دول زي اليابان وزي بريطانيا بتقول دلوقتي ان التعليم اصبح العنصر الاساسي للدبلوماسيه، يعني دي اداه للدبلوماسيه اكثر فاعليه، لانها بتبني للمستقبل. وعند اليابان تحديدا هم شايفين ان التعليم هو الحل الامثل لمكافحه الارهاب، وليس الاجراءات الامنيه وليس الاجراءات الاقتصاديه، لكن التعليم هو الضامن الاساسي لمكافحه الارهاب. احنا وقتنا للاسف محدود، تعالى ننتقل لجريده الاخبار الصفحه الثانيه. رئيس الوزراء لنواب اسيوط: لا تهميش للصعيد ونماذج بناء ملزمه لوقف الاعتداء على الاراضي. والخبر من جزئين يا استاذ محمد. نعم. رئيس الوزراء بيؤكد لنواب اسيوط انه لا تهميش للصعيد. طيب ما هو البعض هيتساءل، هو اين الخطه الملزمه للاهتمام بالصعيد؟ يعني هو كلام في حاجات كتيرة أنا دلوقتي يعني بتوقف عندها كثيرا في لهجة الخطاب الإعلامي من جانب بعض المسؤولين التنفيذيين في مصر وبرا مثلا، وأنا شخص صحفي وبأحلل يعني بتواضع بعض المشاهد وبعض العبارات. لما أنا أقول مثلا لا تهميش للصعيد، ده معناه إن أنا بنفي إن في تهميش للصعيد، وده معناه إن في تهميش للصعيد. تاني حاجة، انت دلوقتي ليه بتختص الصعيد بالتهميش او غير او عدم التهميش، بينما الدلتا، بينما سيناء، بينما مطروح ومحافظات غرب مصر بل وجنوب مصر ايضا بتعاني من نفس الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية اللي بيعاني بها منها الصعيد، وان كان بدرجة تتفاوت من منطقة لاخرى. مطلوب نظرة شاملة للمجتمعات ريفية في مصر، مطلوب نظرة شاملة. الجزء الثاني من السؤال، من الكلام اللي اتقال عن نماذج بناء ملزمة لوقف الاعتداء على الأراضي، هل أنا دلوقتي ممكن أصدق إن الريف المصري في الصعيد هتعملوا له نماذج بناء كلها قريبة من بعض أو شبه بعض، يعني هلغي كل القديم واعمل نماذج جديده؟ ده ممكن اتصوره في مناطق عمرانيه جديده زي مشروع مليون فدان مثلا، لكن انت هتعمل لي الاحلال ده ازاي؟ ما انا لازم افهم. طب ما فعل القانون بتجريم الاعتداء، بتجريم الاعتداء على الارض الزراعيه. ما هو بس لازم اوجد بديل. حضرتك تخيلي ان اخواننا في الدلتا وفي الصعيد الناس يعني بيخلفوا، يبقى في اولاد عايزين يتجوزوا، وانت بتقول له خليك في ريف ما تجيليش في المدينه وتشكل قوه ضغطه تاني، هيسكن فين؟ حتى دي سؤال اساسي بديهي احنا لم نوجد له اجابه حتى الان. فلا، لازم يبقى في فكره اوسع من ده بكتير. وانا تحديدا بتكلم عن الصعيد والدلتا، بقول ان الاولويه في المرحله القادمه يجب ان تكون لامر واحد في ظل ما نراه من استمرار للزخم الاثيوبي في ملف سد النهضه. لابد من ان تكون الاولويه لاحلال نظام الري في الدلتا والصعيد وفق الدراسات التي يتم اعدادها بالتعاون مع جهات دوليه. الموضوع ما بقاش رفاهيه. عمليه الهدر اللي موجوده في المياه نتيجه الري، لو تصورنا، وانا سمعت الكلام ده من مسؤولين غير مصريين معنيين بملفات ترشيد المياه، ان احلال نظام الري اللي موجود بنظام الري بالتنقيط او النظم الحديثه في الدلتا والصعيد ممكن ان يوفر ما يزيد عن 10 الى 20 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
تمام، موضوع يستحق البحث. اتمنى ان ما يكونش بس الموضوع في اطار يعني موائمات مصالح بين الحكومه وبين نواب المحافظات في مرحله معينه، احنا عارفين بقى الحكومه هتقول تبان، وان الموضوع يكون نظره اكثر شموليه لمستقبل مصر، ونبطل الفكر القاصر او الفكر حتى اللي بيجزئ مصر لمحافظات وكان كل محافظه ليها مطالب. علشان كده كنت بسال حضرتك في بدايه السؤال خالص، هل هناك خطه حقيقيه لتنميه المحافظات ومنها محافظات الصعيد؟ انا مش شايف ده لحد دلوقتي عشان ابقى اجابتي مباشره وصريحه. نعم. انا مش شايف ده، لكن ممكن نشوف ده في وقت قريب، بس عايزين إرادة سياسية أكبر. ننتقل لجريدة الجمهورية. وزير القوى العاملة في ملتقى التوظيف، 223 ألف طلب للعمل بمشروعات شرق بورسعيد و51 مركز تدريب لتأهيل الشباب بدعم كندا وإيطاليا والعمل الدولية. سرور لا للعمالة الأجنبية ورفع مرتبات الوطنية بالشركات. طيب، وأنا هقف عند نهاية الخبر وابتدي منها، لا للعمالة الأجنبية. طب ما أنا أحيانا ببقى محتاج العمالة الأجنبية لضخ نوع ما من أنواع الخبرات، فليه هذا الرفض يعني الغير مفهوم؟ لأن زي ما قلت حضرتك لازلنا نفتقر لرؤية أكثر شمولية في ملفات عديدة، منها الملف الاقتصادي وملف العمل وملف التعليم وملف التدريب. فأنا دلوقتي أمام مشروعات ضخمة ينتظر أن تقام في هذه المنطقة. الكوادر الموجودة لدي غير مؤهلة لإدارة أو العمل في هذه المشروعات، فإيه البديل؟ أنا ما أقدرش، لا أملك رفاهيات الانتظار وأبدأ العمل في المشروعات وأنا ما عنديش كوادر، فلازم هيبقى طلب ملح أني هستقدم عمالة من الخارج. شيء منطقي. وبالتوازي أن أنا هأدرب العمالة اللي عندي أو أعيد تأهيلها. السؤال الأساسي، طب وهي متطلبات السوق في مصر ومتطلبات العمل أنتوا مش عارفينها من قبل كده؟ ما ضربتش الناس ليه؟ مراكز التأهيل وفي جهات دولية مانحة قالت واشتغلت قبل كده انك تعيد تأهيل الكوادر. انا مش لازم استنى لوقت الحاجة واقول هو انا فين؟ انا ما عنديش عمال. النقطة التانية لو سمحتي لازم اشير ليها لان انا المسها يعني يوميا دلوقتي، الحديث عن ان التعليم في مصر اصبح اقل مستويات في مستوياته من الدول العربية. ده معناه الوجه الآخر لهذه العبارة هو أننا لا نملك كوادر مدربة، ويجب أن نكون حذرين لأن في ملايين المصريين بيعملوا في الخارج، وبالتالي الحديث عن أن العمالة بشكل عام غير مدربة وغير مؤهلة يعني أن النظرة للعامل والمهندس والطبيب المصري في الخارج وخصوصا في الدول العربية ستتدنى، وبالتالي هيواجهوا مصاعب وتحديات أكبر. فيجب أن تكون المعالجة أكثر حكمة، ويجب ألا نغفل أهمية التدريب وإعادة التأهيل. نعم. طب أستاذ محمد، أنا عايز أقف معك أمام نقطة أخرى في نفس أو نفس ذات السياق، هي خاصة بحديث سيادة الوزير خلال المؤتمر الصحفي اللي كان على هامش ملتقى التوظيف الثاني ببورسعيد، وهي أن هو طلب بإجراءات حازمة للشركات أنها ترفع أجور العمالة الوطنية لجذبها لسوق العمل. طيب، الشركات الوطنية دي هي الأخرى بتقول إن هي عندها مشاكل ومصاعب في السوق المصري، ومنها المصرية يعني بتعاني داخل السوق المصري ولديها مشاكل كثيرة، فكيف ترفع من أجور العمالة؟ دي مسألة عرض وطلب، وأنا مستغرب إن الوزير يعني أنت دلوقتي عايز تفرض على الشركة إن هي تزود أو تقلل هامش ربحها اللي يسمح لها بمواصلة العمل مثلا. ما هو ده عرض وطلب، يعني سوق العمل والأجور عرض وطلب في القطاع الخاص. في الحكومة ممكن يا سيدي نتكلم عن ده، بس ده كمان هيقلل هوامش ربحك إذا لم يكن يعكس نظرة واقعية لسوق العرض والطلب. وبعدين أنت بتتكلم عن عمالة غير مؤهلة هتعيد تدريبها، يعني هو مش مؤهل وبيملك خبرة، ده أنت بتقول إن هو غير مؤهل وأنا عايز أعيد تأهيله، يعني أنقله مثلا من عامل بيشتغل في مجال البناء لعامل بيشتغل في مجال هندسة. هو السؤال حتى يعني نتوقف عنده وحين المتابعة، هل بتقوم وزارة الصناعة بعملية تأهيل دورية للعمالة في هذا المجال حتى تواكب المتطلبات بشكل حقيقي؟ هل احنا شفنا نتيجة واضحة في هذا المجال؟ لو الناس شايفة نتيجة واضحة يبقى هما بيعملوا، لو الناس مش، ما هو أصل الدنيا يعني الأمور سلسة جدا إن احنا نوصل لحقيقتها.
إذا الناس شايفة إن في عملية إعادة تأهيل في المجتمع المصري كله للعمالة بشكل يسمح إني أغير نوعية العمل بتاع هذا الشخص إلى مجال أنا محتاج له بس في الدولة المصرية كلها، يبقى ده حصل. لو بشتغل جزئي ونوعي يبقى ده